السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي تلاميذ مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية، المادة رياضيات للصف الخامس الابتدائي، معلمة المادة رويدة علي. أهلا وسهلا بكم حبايبي الحلوين. حبايبي، درسنا لهذا اليوم هو شرح موضوع القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، مع موضوع التوازي والتعامد وموضوع تصنيف المثلثات. نبدأ بأول موضوع لدرسنا لهذا اليوم هو القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، صفحة 136 وصفحة 137. حبايبي، إحنا سبق وأخذنا القاسم المشترك، أو بمعنى أنه فقط القواسم للصف الرابع، أخذنا القواسم أو العوامل، وقلنا يعني أي عددين إحنا بجدول الضرب إذا ضربناه يعطينا العامل المطلوب أو القاسم المطلوب. فالقاسم يعني هو ناتج ضرب عددين، يعني أي عددين إحنا نضربهن بجدول الضرب يطلع لنا العامل المطلوب. أما المضاعفات يعني جدول الضرب، يعني نواتج جدول الضرب. زين، لعشان الفرق بين القاسم المشترك والمضاعف المشترك؟ طبعا هنا القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. القاسم المشترك الأكبر ويسمى سابقا، احنا سبق وتعرفنا عليه بالصف الرابع الابتدائي وكنا نسميه عوامل. القاسم هو نفسه العوامل. يعني شو راح اسوي اني من اجد القاسم المشترك الأكبر؟ لازم نكتب أكبر عامل أو قاسم لعددين أو أكثر، يعني أكبر عامل أو قاسم مشترك بين العددين أو أكثر، وطبعا أرمز له للقاسم المشترك الأكبر بقاف ميم ألف. شلون صارت ذني الرموز؟ أول حرف من كل كلمة، هاي القاف، هاي الميم، هاي الألف. إذن قاف ميم ألف، هاي يعني معناتها القاسم المشترك الأكبر. أما المضاعف المشترك الأصغر، إحنا قلنا المضاعفات يعني نواتج جدول الضرب. لازم إحنا نستخرج أصغر عدد مشترك بين المضاعفات المطلوبة عندنا، طبعا ويكون هذا العدد المشترك غير الصفر، يعني مو إحنا نكتب الصفر إنه هو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد. طبعا ويرمز له بميم ميم ألف، ميم ميم ألف، يعني المضاعف المشترك الأصغر. الآن نبدي نحل فقرة أتأكد، صفحة 138. أجد القاسم المشترك الأكبر، القاسم المشترك الأكبر، يعني نكتب العوامل، يعني نكتب العوامل. نقطة رقم 1، العدد 28 والعدد 21، نجد القاسم المشترك الأكبر. إحنا شلون نقدر نستخرج القاسم المشترك الأكبر؟ لازم نكتب قواسم العدد 28، يعني عوامل العدد 28. منين حصل العدد 28؟ منين نحصل العدد 28؟ أول شيء يضربون العدد، يعني 1 في 28 يعطينا 28، يعني إذا ضربنا 1 في 28 يعطينا 28. بعد يا عددين إذا ضربناهن يعطينا 28، يا عددين بجدول الضرب إذا ضربناهن يعطينا 28. عندنا إذا ضربنا 7 في 4 يعطينا 28. بعد يا عددين بجدول الضرب إذا ضربناهن يعطينا 28. إذا ضربنا 2 في 14 يعطينا 28. زين، بعد اكو جدول الضرب رقمين اذا ضربناهن يعطينا 28؟ ما عدنا. اذا لهنا ونتوقف، نجي على قواسم العدد 21. قواسم العدد 21 يعني يا رقمين بجدول الضرب اذا ضربناهن يعطينا 21، يا رقمين اذا ضربناهن يعطينا 21. اول شيء اذا ضربنا 1 في 21 يعطينا 21. بعد يا عددين إذا ضربناهن يعطينا 21. إذا ضربنا 7 في 3 أيضا يعطينا 21. زين، بعد عدنا عددين إذا ضربناهن يعطينا 21؟ لا، ما عدنا، فقط 1 وال21 والـ7 والـ3. زين، الآن شو أريداني؟
القاسم المشترك الأكبر، يعني أكبر عدد مشترك بينهم، بين قواسم 28 وقواسم 21 أكبر عدد مشترك. نشوف الواحد، هذا هي صح الواحد بس هو صغير، 28 ما موجودة، السبعة هنا موجودة، الأربعة صغيرة، الاثنان ما موجودة، والأربعة عشر ما موجودة. إذن أكبر قاسم هو العدد سبعة، أكبر قاسم مشترك هو العدد سبعة. تشوفون حبايبي يعني موضوع إحنا سبق وأخذناه بالصف الرابع، لكن الآن مجرد إنه إحنا نستخرج القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، لكن نفس الفكرة إنه إحنا نطلع القواسم يعني ناتج ضرب عددين يعطينا هذا العدد المطلوب أو القاسم المطلوب، والمضاعفات بعد هي نواتج جدول الضرب. نقطة رقم 2، عندنا هنا 24 و36 و30، يعني نكتب قواسم العدد 24، يعني يا عددين إذا ضربناهن بجدول الضرب يعطينا 24. أول شيء 1 في 24 يعطينا 24. بعد إذا ضربنا 6 في 4، إذا ضربنا 6 في 4 يعطينا 24. بعد إذا ضربنا أيضا 2 في 12 أيضا يعطينا 24. بعد أكو رقمين إذا ضربناهن يعطينا 24، تذكروا جداول الضرب. أكو بعد رقمين إذا ضربناهن يعطينا 24، نعم أكو، إذا ضربنا 8 في 3 يعطينا أيضا 24. إذا قواسم أو عوامل العدد 24 هي 1 و24، وإذا ضربنا 6 في 4 يعطينا 24، إذا ضربنا 2 في 12 يعطينا 24، وإذا ضربنا 8 في 3 أيضا يعطينا 24. الآن نجي على قواسم العدد 36. أول شيء إذا ضربنا 1 في 36 يعطينا 36. بعد يا عددين إذا ضربناهن يعطينا 36. إذا ضربنا 9 في 4، إذا ضربنا 9 في 4 يعطينا شقد؟ 36. بعد أكو عددين إذا ضربناهن يعطينا 36، أكو عددين إذا ضربناهن يعطينا 36، نعم إذا ضربنا 3 في 12، 3 في 2 6، و3 في 1 3، يعني إذا ضربنا 3 في 12 أيضا يعطينا 36. بعد أكو رقمين إذا ضربناهن يعطينا 36، نعم إذا ضربنا 2 في 18، 2 في 18 يعطينا 36، حيث 2 في 8 16، 6 باليد 1، 2 في 1 2، 1 باليد يصير 3. وأيضا إذا ضربنا 6 في 6 يعطينا 36، إذا ضربنا 6 في 6 يعطينا 36، لكن إحنا ما نكتب 6 في 6 لأن متكررة، نكتب 6 وحدة. إذن هذني الأعداد هي قواسم العدد 36، هي قواسم العدد 36 أو عوامل العدد 36. بقت لنا قواسم العدد 30. قواسم العدد 30، أول شيء 31. بعد إذا ضربنا 5 في 6، إذا ضربنا 5 في 6 يعطينا 30. بعد يا عددين إذا ضربناهن يعطينا 30، يا عددين بجدول الضرب إذا ضربناهن يعطينا 30. إذا ضربنا 3 في 10 أيضا يعطينا 30. بعد إذا ضربنا أيضا 2 في 15 أيضا يعطينا 30. وبعد هنا تتوقف وننتهي من قواسم العدد 30، لأن بعد ماكو أي عددين جدول الضرب إذا ضربناهن يعطينا 30. الآن نجد القاسم المشترك الأكبر، القاسم المشترك الأكبر بين الثلاثة الأعداد، يعني بين العدد 24 و36 و30. نشوف هنا 1 متكررة، 24 ما موجودة لا هنا ولا هنا، 6 موجودة هنا وموجودة هنا. بعد عندنا غير عدد مشترك وكبير أكبر من 6 ما عندنا، فإذا 6 هي أكبر قاسم مشترك، 6 هي أكبر عدد مشترك بين القواسم، 6 هي أكبر عدد مشترك بين القواسم. صحيح إحنا عندنا الواحد مشترك، لكن الواحد مو أكبر عدد،
مو أكبر عدد مشترك، أنا أريد أكبر عدد مشترك بين الثلاثة قواسم اللي هي 24 والستة وثلاثين والثلاثين. إذن القاسم المشترك الأكبر هو العدد ستة، القاسم المشترك الأكبر هو العدد ستة. والآن ننتقل إلى نقطة رقم ثلاثة. لدينا الأعداد 45 والثلاثين والعشرين، يعني نكتب قواسم العدد 45. أول شيء يعني من يا عددين أضربهم من يعطينا 45. إذا ضربنا 1 في 45 يعطينا 45. بعد إذا ضربنا 9 في 5 يعطينا 45. بعد عدنا عددين إذا ضربناهن يعطينا 45. نعم عدنا إذا ضربنا 3 في 15، إذا ضربنا 3 في 15 يعطينا 45. ننتقل إلى قواسم العدد 30، إذا ضربنا 1 في 30 يعطينا 30، إذا ضربنا 5 في 6 يعطينا 30، إذا ضربنا 3 في 10 أيضا يعطينا 30، إذا ضربنا 2 في 15 أيضا يعطينا 30. إذن هاي قواسم العدد 30. قواسم العدد 20 هي 1 والـ20، وبعد إذا ضربنا 5 في 4 يعطينا 20، وإذا ضربنا أيضا 2 في 10 أيضا يعطينا 20. بعد ما عدنا عددين إذا ضربناهن يعطينا 20. الآن نجد القاسم المشترك، أكبر قاسم مشترك بين 45 والـ30 والـ20. نشوف هذا الواحد هو أصغر عدد. نجي 45 ما مشتركة لا هنا ولا هنا، 9 ما موجودة، 5 موجودة هنا وهنا، نشوف 3 موجودة هنا بس هنا ما موجودة، والـ15 موجودة هنا بس بآخر قاسم ما موجودة. إذن أكبر قاسم مشترك بين الثلاثة أعداد، بين الثلاثة أعداد اللي هي 45 والـ30 والـ20 هو العدد 5. إذن القاسم المشترك الأكبر هو العدد 5. الآن ننتقل أجد المضاعف المشترك الأصغر، أجد المضاعف المشترك الأصغر لكل من ما يلي. نقطة رقم 4، لدينا العدد 16 والعدد 24، يعني المضاعف يعني جدول ضرب العدد 16. 16 في 1 16، 16 في 2 يساوي 32، 16 في 3 يساوي 48. الآن ننتقل إلى مضاعفات العدد 24. 24 في 1 يساوي 24، يعني نكتب نواتج جدول الضرب. 24 في 2 يساوي 28. إذن أصغر قاسم مشترك، بدون بعد ما أكمل مضاعفات العدد 16 والـ 24، لأن أصغر قاسم وأول قاسم مشترك بينهم هو العدد 48. إذن المضاعف المشترك الأصغر هو العدد 48. المضاعف أصغر مضاعف مشترك بين 16 والـ 24 هو العدد 48. انتقل إلى نقطة رقم 5، لدينا العدد 9 ولدينا العدد 12، يعني نكتب مضاعفات العدد 9. 9 في 1 9، 9 في 2 18، 9 في 3 27، 9 في 4 36. مضاعفات العدد 12، 12 في 1 12، يعني نواتج جدول الضرب. 12 في 2 يساوي 24، 12 في 3 يساوي 36. لهنا وأتوقف، لأن أول وأصغر مضاعف مشترك بين 9 والـ12 هو العدد 36، هو العدد 36. إذن المضاعف المشترك الأصغر هو العدد 36. نقطة رقم 6، لدينا العدد 6 و10 و15. نبدي أول شيء نكتب مضاعفات العدد 6. 6 في 1 6، 6 في 2 12، 6 في 3 18،
ستة في أربعة 24، ستة في خمسة 30. مضاعفات العدد 10، 10 في 1 10، 10 في 2 20، 10 في 3 30. مضاعفات العدد 15، 15 في 1 15، 15 في 2 30. إذن أصغر وأول مضاعف مشترك بين العدد 6 و10 و15 هو العدد 30، هو العدد 30 أول وأصغر مضاعف مشترك هو العدد 30، هو العدد 30. الآن أنتقل إلى نقطة رقم 7، عبارة عن مسألة وهي يريد بائع مرطبات أن يوزع 8 علب عصير تفاح و12 علبة عصير برتقال و14 علبة مانجو على طاولات في المحل، على أن يضع على كل طاولة العدد نفسه من عصير التفاح والعصير نفسه والعدد نفسه من عصير البرتقال والعدد نفسه من عصير المانجو. كم طاولة يحتاج؟ كم طاولة يحتاج؟ يعني هنا لازم احنا نقسم، هنا احنا لازم احنا نقسم، يعني لازم اول شيء نجد القواسم، قواسم العدد 8، قواسم العدد 12، وقواسم العدد 14. قواسم العدد 8، قواسم العدد 8 يعني عوامل العدد 8. يا رقمين اضرب هني الطينة العدد 8، اذا ضربنا 1 في 8 يعطينا 8، ايضا اذا ضربنا 2 في أربعة يعطينا هنا عندنا أيضا 8، يعني ذني هي قواسم العدد 8، إذا ضربنا 1 في 8 8، 2 في 4 8. هنا عندنا قواسم العدد 12، يعني يا رقمين أضرب هني يعطينا 12، إذا ضربنا 1 في 12 يعطينا 12، إذا ضربنا 2 في 6 يعطينا 12، وأيضا إذا ضربنا 3 في 4 يعطينا 12. قواسم العدد 14، 1 في 14 يعطينا 14، إذا ضربنا 2 في 7 يعطينا 14، وبعد ما عدنا أي قواسم أو عوامل للعدد 14. الآن نجد العامل المشترك الأكبر، العامل المشترك أو القاسم المشترك الأكبر. نشوف هنا 1، هنا عدنا الاثنان متكرر، هنا 2 وهنا 2، يعني أكبر قاسم مشترك بين العدد 8 12 والأربعة عشر هو العدد 2. إذن القاسم المشترك الأكبر هو العدد 2، وهي 2 طاولات يحتاج البائع. نقطة رقم 8، عند بداية العام الدراسي قرر حاتم أن يقرأ قصة كل 3 أسبوع، ويجري تجربة مختبرية كل 5 أسبوع. ما رقم أول أسبوع سيقرأ فيه حاتم قصة ويجري تجربة مختبرية؟ يعني هنا مضاعفات العدد 3، نبدي أول شيء هنا ثالث أسبوع، يعني نكتب مضاعفات العدد 3، 3 في 1 3، 3 في 2 6، 3 في 3 9، 3 في 4 12، 3 في 5 15. مضاعفات العدد 5، 5 في 1 5، 5 في 2 10، 5 في 3 15. إذن الآن هنا أول وأصغر مضاعف مشترك بين الثلاثة والخمسة هو العدد 15. إذن هو يحتاج 15 أسبوع، 15 أسبوع ليقرأ فيه حاتم القصة ويجري فيه التجربة المختبرية. الآن هذا حبايبي كل ما يخص الموضوع اللي هو محاضرتنا أو درسنا لهذا اليوم، اللي هو القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. وقلنا القاسم يعني أي عددين أضرب هني يعطيني القاسم المطلوب، والمضاعفات يعني نواتج جدول الضرب، نواتج جدول الضرب. هنا المضاعف المشترك الأصغر يعني أصغر عدد مشترك أني أختاره، وهنا أكبر عدد مشترك بين القواسم إحنا نختاره.
طبعا وراها راح يجينا خطة حل المسألة مداخلة من ضمن المواضيع الترك، وأيضا مراجعة الفصل ذني كلهن ترك. الآن راح ننتقل إلى الفصل الثامن، التوازي والتعامد. الفصل الثامن أول موضوع إليه هو التوازي والتعامد، صفحة 146. طبعا حبايبي فقرة أتأكد لموضوع القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر كلها كتابة بالدفتر. يعني ايش راح ناخذ اليوم بهذا الدرس؟ كله كتابة راح يكون بالدفتر. الآن حبايبي نبدي نتعرف على المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة. أول شيء راح نبدي بالمستقيمان المتوازيان. المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان يكون البعد بينهما ثابت ولا يلتقيان. هما مستقيمان يكون البعد بينهما ثابت ولا يلتقيان، ويرمز للتوازي بهذا الرمز. نشوف عندنا ذني مستقيمان، هذا المستقيم ألف باء والمستقيم جيم دال. ذني مستقيمان شبيهم يكون البعد بينهما تشوفون ثابت، البعد بينهما ثابت، وش قد ما احنا نمتهم ذني المستقيمان لا يلتقيان، يعني ما راح يتقاطعن، راح ويجي هذا يجي وهذا المستقيم يصعد لفوق، لا ابد راح يبقون البعد بينهما ثابت، البعد بينهما ثابت، وكأنه مثل الطريق، وكأنه عندنا الان مثل الطريق، البعد بينهما ثابت يعني لا يلتقيان، يعني لا يتقاطعان. اكو تقاطع بينهم؟ هذا المستقيم يصير هيك يجي يقطع هذا المستقيم؟ لا ما يصير، لان هما متوازيان يعني لا يلتقيان، لا يتقاطعان نهائيا، وايضا يكون البعد بينهما ثابت. زين المستقيمان المتعامدان، هما مستقيمان هنا بالعكس يتقاطعان، هنا يتقاطعان ويكونان اربع زوايا قائمه، ويرمز للتعامد بهذا الرمز. هذا هو رمز التعامد وهذا هو رمز التوازي. إذن هذان المستقيمان، أول مستقيم ألف باء رح يقطع جيم دال، المستقيم ألف باء يقطعه المستقيم جيم دال، تشوفون مستقيمان تقاطعان، هنا المستقيمان متقاطعان. زين إذا من تقاطع المستقيمان إيش رح يتكون هنا؟ رح يتكون عندنا أربع زوايا قائمة، أربع زوايا قائمة، وقياس كل وحدة من عدن 90 درجة، قياس كل وحدة من عدن 90 درجة. إذن المستقيمات المتوازية هي مستقيمان يكون بينهما البعد ثابت ولا يلتقيان ولا يتقاطعان. أما المستقيمان المتعامدان هما يتقاطعان ويكونان أربع زوايا قائمة، أربع زوايا قائمة. طبعا هاي حبايبي رح تكون كتابة بالدفتر هي والرسم، يعني هذا الرسم ذني المستقيمات، ها راح تكون كلها كتابة بالدفتر. الآن أنتقل إلى حل فقرة أتأكد، صفحة 147. طبعا فقرة أتأكد مو ترسمون ذني، يعني عن مود لا يصير عليكم هواي، فقط اكتبوا رقم 1 والحل إلها، رقم 2 والحل إلها، يعني بدون رسم، بدون رسم، فقط نقطة رقم 1 والحل إلها، يعني فقط تكتبون الحل. نبدي أول شيء يقول لنا أحدد إذا كان المستقيمان متوازيان أم متعامدان أم متقاطعان أم غير متعامدان. إحنا أول شيء موضوعنا هو كله التعامد أو التوازي، فيعني نشوف هذني المستقيمان متوازيان لو متعامدان. أول شيء نجي على هذا المستقيم أو المستقيمان، هسه هذني المستقيمان متوازيان لو متعامدان؟ ذني المستقيمان متوازيان لو متعامدان؟ ذني المستقيمان متعامدان. ليش متعامدان؟ لأن واحد يقطع الثاني ورح يتكون لنا أربع زوايا قائمة، أربع زوايا قائمة. نجي على نقطة رقم 2، ذني المستقيمان هل هما متوازيان؟ احنا من شرط التوازي لازم يكون المستقيمان بينهما البعد ثابت وغير متقاطعان. زين الان ذني المستقيمان متقاطعان، مستقيمان متقاطعان، اذن ذني المستقيمان متقاطعان. زين هل هما متعامدان؟ لا هما ليس متعامدين، لان هنا ما راح تتكون لي زوايا قائمة، ما راح تتكون هنا زوايا قائمة.
نقطة رقم ثلاثة، ذني المستقيمان متوازيان بينهما البعد ثابت وغير متقاطعان. نقطة رقم أربعة، عندنا ذني المستقيمان تشوفون هذا المستقيم عامودي على هذا المستقيم، إذن ذني المستقيمان متعامدان لأنهما متقاطعان، وأيضا تكون بيناتهم أربع زوايا قائمة، أربع زوايا قائمة. الآن ننتقل إلى استعمل المنقلة لأحدد إذا كان المستقيمان متعامدان أم متقاطعين أم غير متعامدين. أول شيء نقطة رقم خمسة، إذني أول مستقيمان، هذا المستقيم ويا هذا المستقيم، إيش بيهم ذني المستقيمان؟ ذني المستقيمان متقاطعان، ذني المستقيمان متقاطعان. نقطة رقم ستة، ذني المستقيمان أيضا متقاطعان لكن إيش بيهم؟ متعامدان، متعامدان، واحد عمودي على الثاني، لأن هنا زوايا قائمة، هاي زاوية قائمة وهنا راح تكون زاوية قائمة وهنا زاوية قائمة وهنا أيضا راح تكون زاوية قائمة. ذني المستقيمان متقاطعان، ذني المستقيمان متقاطعان، ليش متقاطعان؟ لأن هنا زين، هل هما متعامدان؟ لا مو متعامدان، لأن هنا ما راح تتكون زوايا قائمة، ما راح تتكون زوايا قائمة. نقطة رقم ثمانية، ذني المستقيمان متعامدان، ذني المستقيمان متعامدان، لأن هنا راح تتكون عندنا زوايا قائمة، هنا راح تتكون عندنا أربع زوايا قائمة. الآن نقطة رقم تسعة، انظر إلى الصورة المجاورة، يعني هاي الصورة، وأحدد مستقيمين متوازيين ومستقيمين متعامدين. أول شيء هنا، هذا طبعا الحل إلها، المستقيمين المتوازيين هما ألف باء، ألف باء يوازي جيم دال، يعني ذني المستقيمين هذا ألف باء إش قد ما أمده رح يوازي جيم دال، رح يوازي جيم دال، إش قد ما أمدهن رح يكون بيناتهم البعد ثابت وغير متقاطعان، رح يكون بيناتهم البعد ثابت وغير متقاطعان. وراها المستقيم ألف جيم، المستقيم ألف جيم رح يقطع، رح يقطع المستقيم جيم دال، رح يقطع المستقيم جيم دال، يعني هذا لو شوية أقدمه ويا الألف جيم رح يتقاطعان، إذن المستقيم ألف جيم رح يقطع المستقيم جيم دال، رح يقطع المستقيم جيم دال. إذن هذا هو الحل إلها، أيضا فقط تكتبون نقطة رقم تسعة وتكتبون هذا هو الحل، ألف باء، ألف باء يوازي جيم دال، وألف جيم يقطع جيم دال، يقطع جيم دال، لأن هو عمودي، لأن هو عمودي، ومن عمودي يعني راح يقطعه. الآن انظر إلى هذا الشكل، عندنا هذا الشكل وأضع الرمز المناسب، يعني إحنا عندنا رمزين لمحاضرتنا أو درسنا لهذا اليوم، موضوع التعامد والتوازي، عندنا رمز التوازي وعندنا رمز التعامد، هذا رمز التوازي وهذا رمز التعامد. الآن ألف باء، وين الألف باء؟ هذا الألف باء ويا الألف جيم، ويا الألف جيم، ألف باء ويا الألف جيم إيش بيهم؟ راح يتكون زاوية قائمة، هاي ألف باء ويا الألف جيم راح يتكون هنا عندنا زاوية قائمة، فهنا متعامدان، هذا الألف باء عمودي على ألف جيم، ألف باء عمودي على ألف جيم، إذن هنا المستقيمان متعامدان. زين، ألف باء ويا جيم دال، ألف باء ويا جيم دال، ذني المستقيمان إيش بيهم؟ ذني المستقيمان متوازيان، ذني المستقيمان متوازيان، إذن نضع رمز التوازي. وراها ألف جيم، ألف جيم ويا جيم دال، ألف جيم ويا جيم دال، ذني المستقيمان متعامدان، ألف جيم ويا جيم دال، ألف جيم ويا جيم دال، ذني المستقيمان متعامدان، واحد عمودي على الآخر. هذا حبايبي كل ما يخص موضوع التوازي والتعامد، التوازي والتعامد، المستقيمان متوازيان يرمز لهما بهذا الرمز، وهما مستقيمان يعني نفس هذا الشكل، يكون البعد بينهما ثابت وغير متقاطعان، يعني قد ما أمدهم أني ما رح يتقاطعان أبد. أما المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان متقاطعان، ورح تتكون عندنا أربع زوايا قائمة، رح تتكون عندنا أربع زوايا قائمة.
الآن ننتقل حبايبي إلى موضوع الأخير لدرسنا لهذا اليوم، هو تصنيف المثلثات. تصنيف المثلثات صفحة 149. المثلث لازم نعرف تعريف المثلث هو شنو. هو مضلع له ثلاث زوايا، وقد تكون زواياه حادة أو إحدى زواياه قائمة أو إحدى زواياه منفرجة. أعيد، إذن هو مضلع، مضلع له ثلاثة زوايا، له ثلاثة زوايا للمثلث، ثلاث زوايا قد تكون زواياه حادة أو إحدى زواياه قائمة أو إحدى زواياه منفرجة. نجي على أنواع المثلثات من حيث الزوايا والأضلاع. أنواع المثلثات من حيث الزوايا والأضلاع. أول نوع مثلث هو مثلث حاد الزوايا، يعني كل زواياه حادة، كل زواياه حادة. نفس هذا المثلث، هذا شوفون هاي زاوية حادة، الزاوية الحادة هي زاوية قياسها أقل من 90 درجة، هي زاوية قياسها أقل من 90 درجة، شوفوها هي زاوية صغيرة، هي زاوية صغيرة. إذن هذا المثلث، هذا المثلث حاد الزوايا، حاد الزوايا لأن جميع زواياه حادة. وبعد راح يكون من حيث الأضلاع متساوي الأضلاع. يعني شنو متساوي الأضلاع؟ يعني إذا هذا الضلع قياسه 5 سنتيمتر، هذا الضلع أيضا راح يكون قياسه 5 سنتيمتر، وأخيرا أيضا هذا الضلع راح يكون قياسه 5 سنتيمتر. إذن جميع زواياه حادة ومتساوي الأضلاع. النوع الثاني هو مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية وتكون جميع أضلاعه مختلفة، جميع أضلاعه مختلفة. يعني هاي راح تكون زاوية قائمة، هنا راح تكون الزاوية قائمة قياسها 90، وجميع أضلاعه مختلفة. يعني إذا هذا قياسه 3 سنتيمتر، هذا راح يكون قياسه مثلا 5 سنتيمتر، وهذا راح يكون قياسه 4 سنتيمتر. إذن هنا هذا المثلث تكون جميع أضلاعه مختلفة، جميع أضلاعه مختلفة، مختلفة شنو؟ بالأضلاع، يعني مختلف الأضلاع. وبعد شو يكون؟ قائم الزاوية، قائم الزاوية. إذن هذا الشكل من يجينا نقول هذا المثلث قائم الزاوية وجميع أضلاعه مختلفة. آخر نوع عندنا بالمثلثات هو هذا المثلث، اللي هو هذا المثلث. إيش بيه هذا المثلث؟ زاويته تكون منفرجة، هاي الزاوية تشوفوها، هاي الزاوية تكون منفرجة، زاويته تكون منفرج الزاوية وأيضا متساوي الساقين. يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع، متساوي الساقين. يعني إذا هذا 3 سنتيمتر لازم هذا أيضا يكون 3 سنتيمتر. وده شوفون هو تلقائيا هذا الضلع راح يكون أصغر من هذا الضلع اللي هو يكون جدا كبير. إذن هو متساوي، هذا الضلع يساوي هذا الضلع، إذن متساوي الساقين، إذن متساوي الساقين وزواياه تكون منفرجة، واحدة من الزوايا تكون زوايته منفرجة، الزاوية إلى تكون منفرجة، سميناه مثلث منفرج الزاوية. إذن ذني حبايبي هي أنواع المثلثات، هذا المثلث حاد الزوايا وجميع أضلاعه متساوية، هذا المثلث تكون زاوية واحدة من عندهم قائمة وجميع أضلاعه مختلفة، وهذا المثلث راح يكون منفرج الزاوية ومتساوي الساقين، متساوي الساقين. يعني هذا الساق يساوي هذا الساق. الآن ننتقل إلى حل فقرة أتأكد صفحة 150. حل فقرة أتأكد صفحة 150. عندنا هنا أكتب نوع المثلث، هل هو متساوي الأضلاع أو متساوي الساقين أو مختلف الأضلاع، وأيضا أكتب من حيث الزوايا، هل هو حاد الزوايا أم قائم الزاوية أم منفرج الزاوية. هنا عندنا أول شيء لازم نكتب من حيث الأضلاع. هسه هذا شبيه، هذا تشوفون 3 وهنا 4 وهنا 5، إذن هذا شبيه مختلف الأضلاع، هذا راح يكون مختلف الأضلاع. زين، والزاوية هنا ايش راح تكون؟ هاي الزاوية المربعة، يعني هاي قائم الزاوية. إذن نوع هذا المثلث هو مختلف الأضلاع وقائم الزاوية، مختلف الأضلاع وقائم الزاوية. أيضا بالنسبة لحل فقرة أتأكد صفحة 150 تكتبون نقطة رقم 1 والحل، نقطة رقم 1 والحل، يعني بدون رسم،
بدون رسم. ننتقل إلى نقطة رقم 2. عندنا هذا المثلث، هذا المثلث من حيث الأضلاع، هذا المثلث من حيث الأضلاع. تشوفون هذا الضلع يساوي هذا الضلع، إذن هذا متساوي الساقين، متساوي الساقين. وأيضا بالنسبة للزاوية، هاي الزاوية هاي الكبيرة، تشوفوا هاي الزاوية راح تكون منفرج الزاوية، راح يكون هذا المثلث منفرج الزاوية، هاي الزاوية المنفرجة إليه. زين، نجي على هذا المثلث لنقطة رقم 3. تشوفون ناث 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر. إذن إيش بيها الأضلاع إليه؟ متساوي الأضلاع، وكل زوايا وش راح تكون؟ حاد الزوايا. أيضا راح يكون يعني هذا المثلث نوعه متساوي الأضلاع وحاد الزوايا. نقطة رقم 4. أيضا عندنا هذا المثلث باللون الأحمر، عندنا هذا المثلث أيضا تشوفون إن الأضلاع، هالأضلاع متساوي الأضلاع وزواياه تكون حادة، إذن متساوي الأضلاع حاد الزوايا. فقط تكتبون رقم النقطة والحل إلها. نقطة رقم 5. يمثل الشكل المجاور عددا من المثلثات استعين به، يعني هذا هو الشكل، لأكمل الجدول التالي. هنا المثلث العدد يعني كم مرة متكرر، نوعه وفقا لأطوال أضلاعه، يعني هنا إيش قد هنا نوعه وفقا لأطوال أضلاعه، يعني هل هو متساوي الأضلاع، متساوي الساقين، مختلف الأضلاع، وأيضا نوعه وفقا لقياسات زواياه. نجي على أول مثلث، كم مرة متكرر؟ متكرر مرتين، إذن العدد 2. نوعه وفقا للأضلاع، هنا هذا شبيه هذا المثلث، هذا المثلث مختلف الأضلاع، هذا المثلث مختلف الأضلاع، لأن هذا الضلع يختلف عن هذا الضلع، يختلف عن هذا الضلع. وطبعا راح تكون قائم الزاوية، ايش راح يكون هنا؟ هاي الزاوية مربعة، يعني قائم الزاوية. زين، هذا الشكل، هذا الشكل كم مرة متكرر؟ متكرر مرة واحدة. نوع أضلاعه مختلف الأضلاع، نوع الزاوية اللي هنا راح تكون بهذا المثلث راح تكون قائم الزاوية، إذن هذا المثلث متكرر مرة واحدة وراح تكون أضلاعه مختلف الأضلاع وقائم الزاوية. نجي على هذا المثلث، عندنا هذا المثلث شبيه أضلاعه، أول شيء كم مرة متكرر؟ متكرر مرة واحدة. زين، أضلاعه شبيه كلها، جميع أضلاعه متساوي، إذن متساوي الأضلاع، وبعد زواياه وش راح تكون؟ حادة، حاد الزوايا. آخر مثلث عندنا هذا متكرر مرة واحدة اللي هو باللون الأصفر، جميع أضلاعه مختلفة، جميع أضلاعه تشوفون هذا الضلع يختلف عن هذا الضلع، يختلف عن هذا الضلع. وراها زاويته ايش راح تكون؟ الزاوية هنا تشوفون الزاوية مو مربعة، زاوية هنا مو مربعة، مو قائمة، يعني هنا ايش راح تكون؟ منفرج الزاوية، هنا راح يكون هذا المثلث منفرج الزاوية، هذا المثلث راح يكون منفرج الزاوية. إذن هذا حبايبي كل ما يخص بموضوع تصنيف المثلثات. عندكم واجب بيتي، الواجب البيتي إضافة إلى كتابة شروحات وحل فقرة أتأكد لموضوع القاسم المشترك الأكبر وموضوع تصنيف المثلثات وموضوع التوازي والتعامد، عندكم أيضا واجب بيتي هو حل من اختبار الفصل نقطة رقم 1 و2 و7 و8 و16. فقط ذني النقاط تحلوهن، فقط ذني النقاط تحلوهن، صفحة 143 من اختبار الفصل. طبعا تحلون تكتبون طبعا بالدفتر، كل اليوم أخذنا ينكتب بالدفتر. إذن إلى هنا حبايبي ينتهي الدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم، ومع السلامة.